هلا وغلا، اليوم راح نتكلم عن الحيوانات الأليفة اللي تساعدك في الألعاب. طبعا فكرة فيديو هذه جتنا لما شفنا قطوة سبايدر مان موجودة في اللعبة الجديدة سبايدر مان مايلز موراليز، وحبينا نعطيكم مجموعة حيوانات أليفة كانت متواجدة في الألعاب وتساعدك فيها. قبل ما نبدأ لا تنسون تزر اللايك واشترك في القناة، والحين خلونا نبدأ. أول حيوان لنا من لعبة فار كراي 5، الحيوان هذا اسمه تشيز برجر. أنا بقولك حيوان اسمه تشيز برجر، أنت مخك يجيك إيش؟ بيجيك دب، صح؟ صح، لأن الحيوان هذا دب. إيش الاسم هذا؟ والدب هذا تشيز برجر عنده مرض سكري لأنه تربى بدون أم، والأكل حقه كان عبارة عن ميلك شيك، برجر، بطاطس، يعني كأنه جيمر. في اللعبة لازم تحصله وبعدين تجنده عندك، ولما يصير جندي عندك أو حيوانك الأليف بيصير معاك، تقعد تناديه وتشوفه يجلد الجنود جلد ياكلهم، يعني ينتفهم لك كلهم. واهم شيء عنده طبعا ايش؟ ياكل البرجر بعدها، لان اسمه تشيز برجر. اتخيل لو كان مغني راب بيطلع يطلع فلوس كثيره. عندنا برضو دوغ ميت من سلسله فول اوت، هذا الكلب المحبوب موجود بنفس الاسم من اول جزء من فول اوت، وكل جزء فصيلته تختلف، لكن مع الجزء الرابع رجع قويه، وكان من فصيله الجيرمان شيبرد، وكان ما يموت ابدا في هذا الجزء، لان في الاجزاء السابقه كان لازم تشيل همه وتفكر بحمايته وحمايه نفسك، لأن في الأجزاء الجديدة إذا مات راح يختفي إلى الأبد. هذا الكلب مرة وفي ودائما يقعد يجمع لك الأشياء ويقاتل معاك، وفي الجزء الأخير ما يطلب منك أكل كثير. وأيضا عندنا لعبة Dead to Rights، واحدة من الألعاب الرهيبة اللي كانت موجودة على جهاز بلاي ستيشن 2. البطل عنده كلب رهيب بعد اسمه شادو، هذا الكلب من نوع الهاسكي كبير، تخصصه هو ينقض على الأعداء بشكل شرس، وعادة شادو الكلب لما تأمره بالهجوم يحب يعض الأماكن الحساسة أول، بعدين ينقض على الرقبة ويذبح العدو مباشرة. يا ساتر، شادو عبارة عن كلب بوليسي مدرب لدرجة أنه يقدر يحس بنبضات قلب الأعداء ويقدر يتسلل على الأعداء من وراهم ويقتلهم بشكل سريع. وحي خلاص كلام عن كلاب، إيش رأيكم نحول القطاوة؟ ما في أحسن من القطاوة اللي راح تقابلهم في لعبة عرفها التاريخ. إحنا طبعا نتكلم عن قطاوة الباليكو في لعبة مانستر هانتر في السلسلة كلها. هذول القطاوة مبدعين، يجون على فئات مختلفة، في منهم خدامين، في منهم طباخين، في منهم سواقين، لا ما في سواقين بس انا في طباخين ويعني يخدمونك في كل شيء. وحتى الطباخين بعد مو طبخ سليكي، طبخ يخليك تسعبل من كثر ما هو طبخ طعمه لذيذ وشكله رهيب. طبعا القطاوة اللي راح يساعدونك في الصيد هم الأهم، لأن راح يسعفونك في أصعب اللحظات، فهم راح يقتلون الوحوش اللي راح تحاول تصيدها ويقعدون ينشبون لهم ويشغلونهم عنك، ولما الوحش يكون مركز عليهم انت تجي وتروح وتجلدهم وتقتل الوحش وتنقذ القطاوة. ومو بس كذا، القطاوة هذول بعد جريات، يعني حتى يطقون العدو ويدوخونه ويضربونه، مو بس يهربون، واذا شافوا دمك ناقص بشكل سريع جدا راح يعالجون دمك. من ناحية الحيوانات الأليفة هم فخمين من كل النواحي ويعرفون يسوون كل شيء يخطر في بالك، هذا غير انه يمديك تعطيهم أسلحة جامدة وتعطيهم أيضا دروع جامدة وتخليهم أقوى، فعلا كانوا قطاوة مفيدين. أما الآن خلنا نتحول إلى حيوان أليف من نوع ثاني اللي هو إيش؟ بنشوف الحين. يوشي من أكثر الشخصيات الأليفة في عالم الألعاب، وقبل ما يصير له ألعاب خاصة فيه وشخصية مستقلة بنفسه كان يعتبر الحيوان الأليف اللي يساعد ماريو في لعبة سوبر ماريو وورلد. واللي يصير أن ماريو كان يلقى بيضة في اللعبة وبعدها يفقز يوشي من البيضة ويركب عليه ماريو، وعشان يستخدمه لازم ماريو يبقس راس يوشي من الخلف. نعم سمعتوني صحيح، هذا الشيء أثبته أو خلينا نقول أكد عليه مايوموتو نفسه اللي صنع ماريو، وقال لنا فعلا ماريو يضرب يوشي من ورا بوكس عشان يطلع لسانه. إيش الوحشية ذي ماريو؟ لا مو بس كذا بعد، عساس أحيانا تروح مكان مرتفع تقدر إنك تنجز مع يوشي، بعدين تخلي يوشي يطيح يموت ضحي فيه وتنجز تروح للمكان العالي. ماريو يا إنك واحد شرير. بعدين الناس اختلفوا والعلماء اختلفوا، قالوا يوشي هل هو ديناصور ولا يوشي يعتبر تنين؟ انتم ايش رايكم؟ اكتبوا تحت في التعليقات. لعبة ميجا مان من اقدم سلاسل العاب البلاتفورم، ووضعت اسس كثيرة مش على نهجها باقي العاب البلاتفورم اللي جت بعدها. واكثر شيء كان يميزه هو ان كل ما تفوز على زعيم راح تحصل على سلاحه وتستخدمه ضد زعماء ثانيين ويمثل نقاط ضعف لهم. في البداية كان ميجا مان لوحده يغامر ويستخدم كبسولات فيها منصات تساعده انه يوصل لمكان عالي او يعدي مويه او يسوي حاجات ثانية، لكن في لعبة ميجا مان 3 صار في كلب جديد آلي اسمه رش،
ويساعد ميجا مان انه يوصل اماكن عاليه، وايضا يتحول للغواصه وطياره وحاجات ثانيه. كان جدا مفيد في الاستكشاف في اللعبه. لعبه ذا لاست جارديان اخذت وقت طويل جدا في عمليه التطوير، لدرجه ان الناس فقدت الامل فيها، بس بعد فتره صدرت اللعبه وفيها توريكو. يا توريكو 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 توريكو، هذا حكايه حكايه توريكو. شخصيا انا ما ادني، ينرفزني كثير في اللعبه. فكرته انه حيوان اليف خرافي ضخم جدا، تتعرف عليه في اللعبه من البدايه، ولازم تستخدمه انه يساعدك توصل اماكن ويقاتل معاك الاعداء، وايضا خواص ثانيه يسويها بعد. لكن المشكله فيه عناد غير طبيعي، يعني تطلع روحك عشان تحاول انك توقفه في مكان ويستوعب انه يوقف هنا عشان ترقى فوقه وتتسلقه وتوصل المكان اللي تبغاه. مطور اللعبه يقول انه متعمد يسوي هذه الحركه عشان يعطيك احساس انك تدرب حيوان اليف حقيقي، ويقول مع الوقت بيصير يسمع الكلام. المشكله صبري انا خلص قبل ما اخلص اللعبه. سلسله تيلز من السلاسل القديمه اللي بدات من ايام عصر 16 بت، بدايه مع لعبه تيلز اوف فانتاجيا، وكانت من اوائل الالعاب اللي فيها تمثيل صوتي في شريط اللعبه. طبعا صار يصدر اجزاء كثيره، وجزء تيلز اوف فيسبيريا صدر حصريا على جهاز الاكس بوكس 360 في امريكا، وايضا كان السبب الرئيسي اللي خلى جهاز الاكس بوكس 360 يبيع في اليابان. وكان في شخصيه اسمه ريبيت، وهو عباره عن كلب، ويعتبر الحيوان الاليف للبطل يوري، وايضا يعتبر جزء من الفريق حقك اللي يقاتل معك. ميزة ان تصميمه كان جدا رهيب، وايضا يدخن غليون، يعني ايش اقوى من كذا؟ ما في. وما يتكلم، لكن يعطيك نظرات احيانا وينبح ويفهم يوري كلام الكلب ايش قاعد يقول. وهذه كانت الحيوانات الاليفة اللي تساعدك في الالعاب. لو عندكم العاب ثانية فيها نفس الفكرة اذكروها تحت في التعليقات. كما كنت شيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.